عايز بس اتكلم في حاجه مهمه. التصريحات خالد مرتجي، يعني انا ضد كليا وجزئيا الكلام اللي قاله على ان الاهلي يؤيد الغاء الدوري. طبعا هتقول لي هو بعد كده قال لك اذا رأت الدوله ذلك. انا كنت اتمنى انه يقول احنا طلعنا بيان في النادي الاهلي وبياننا كان واضح وقلنا راينا فيه، لكن ما يقولش انا مع الغاء الدوري بشرط ان الاهلي يتنصب او الكلام ده كله، لان هو كده بيدي فرصه لمرتضى منصور وامثاله انهم ياخدوا من كلامه ذريعه حتى لو اولوه، وده اللي حصل بالفعل. انا النهارده طلعت بيان محترم كنادي اهلي، لما اجي اسال اقول كده حرفيا احنا طلعنا بيان، انا عضو مجلس اداره في النادي واحنا طلعنا بيان، البيان حددنا فيه كل حاجه وقلنا فيه كل حاجة، ارجعوا للبيان وهتعرفوا موقف النادي الأهلي، لكن ما ينفعك تدي آراء مخالفة للبيان اللي صدر. قول له هتدخل معانا هوا يا عم محمود. يا حاج. أنت معانا على الهوا يا محمود بيه. إزاي حضرتك؟ أخبارك محمود بيه إدريس، صديقي العزيز ورجل الأعمال من الأقصر، وآلاف في اللايف بيحيوك وبيسلموا عليك، ووحشتنا كتير يا محمود بيه. اهلا بيك، اهلا يا استاذ عبد الناصر، وكل عام وانتم بخير. ربنا يخليك ويبارك فيك. يعني محمود ادريس صديقنا المحترم اهلاوي حتى النخاع، فانا النهارده جايبه على كان يقول كلمه للكابتن سيد عبد الحفيظ اولا، وهناقشه في كذا حاجه. كلمه للكابتن سيد عبد الحفيظ، وانا عارف انه كله حبايبك، خصوصا ان في حمله مغرضه للنيل من سيد عبد الحفيظ ورحيله من النادي الاهلي ابو حنفي. والله طبعا انا يعني شهادتي مجروحه بالنسبه للنادي الاهلي، ان انا يعني مش عايز اقول لك اصلا جدا، لا احنا الفراعنه اللي عندنا هنا اهلاويه في الاقصر. فطبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ قامه كبيره، ومن الناس اللي انا بكن ليهم كل احترام وصديقي، ويعني انا بعتبره اخ ليا كبير، وطبعا انا بعتبره رمز من رموز النادي الاهلي المحترمين. فطبعا ما اقدرش اقول عليه غير الكلام الجميل ده، لان هو يستاهل كل خير طبعا يا استاذ عبد الناصر. الناس كلها بتحييك قوي وبيقول لك حلوه قوي الفراعنه اللي في الاقصر اهلاويه، حلوه قوي دي. ايوه طبعا. كل عام وانتم بخير يا استاذ عبد الناصر. الله يخليك. طمنا على الوضع في الاقصر يا ابو حنفي. نعم. طمنا على الوضع في الاقصر. والله ربنا يتولانا طبعا. انا يعني مش عايز، انا من النوع، انت عارف، انت عودتني على الصراحه يا استاذ عبد الناصر. طبعا الدوله والسيد الرئيس طبعا تفضل ونادى الناس، والدكتور مصطفى مدبولي يعني قال للناس يا جماعه التزموا البيوت، يا جماعه عايزين كورونا دي ما تاثرش علينا بالنسبه اللي احنا يعني للاسف وصلنا لها اليومين دول. فطبعا انا يعني انا بقول ربنا يستر، ربنا يستر يا استاذ عبد الناصر، وبندعي من ربنا في الايام المضطرجه دي ان ربنا يبعد منينا الوباء والابتلاء يا رب، ويكشف عنينا الغمه يا رب يا رب. اخبار سياده النائب ايه محمد ادريس؟ الحمد لله الحمد لله، والله ربنا يقويهم جميعا كده. الساده النواب يعني يعني مش عارف اقول لك غير شهادة حق يعني، وأمام الله في أيام مفترجة يعني. النائب هيقول للناس مثلا لمؤاخذة يعني خشوا بيوتكم أو التزموا بالحظر أو أو أو. فطبعا يعني ربنا الله المستعان، وربنا يعديها على خير الأيام دي على جمهورية مصر العربية والعالم العربي والعالم الإسلامي يا رب. يعني خلي بالك من نفسك ومن أولادك، وأنا هكلمك بعد الهوا إن شاء الله على طول يا محمود بيه. ماشي يا فندم. شكرا جزيلا. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله إن شاء الله يعني ربنا يعني يتولانا ويكشف عنينا يا رب الغمة دي. آمين يا رب. وإن شاء الله عشمانين في ربنا خير في الأيام المفترجة دي، يعني إن شاء الله مع نهاية شهر رمضان نسمع أخبار حلوة إن شاء الله إن شاء الله. يعني رسائل كتير جاية لك، أقرأ لك كام رسالة قبل ما تسيبنا. يعني ناس كتيرة بيقول لك فاكرينك من أيام قلة سي، أنت راجل أهلاوي محترم. وحد تاني بيقول لك تحياتي للأستاذ محمود عمدة الأقصر وأبو الكرم مع أي حد بينزل الأقصر. يعني الناس خلي بالك أنت نجم برضه والناس عارفة. يا أستاذ عبد الناصر يعني بصراحة
انت شرف لاي واحد يعمل معاك مداخله، الله يخليك يا وانت حبيبي، راجل صعيدي محترم، الله وانا يخليك، بتشرف اني اكون راجل صعيدي صح. مصري صعيدي اهلاوي، وكل عام وانتم بخير. كل سنه وانت طيب حبيبي، ودايما معانا كده. خلاص نرجع للمداخلات من جديد عشان نسلي رمضان والحظر ده مع بعضينا على طول ان شاء الله يا ابو حنفي. اتفضل يا فندم. شكرا اتفضل. جزيلا، شكرا محمود بيه ادريس، شكرا شكرا. هات يا محمد، آخر حاجة عايز أتكلم فيها، عندي حاجة مهمة جدا عايز أتكلم فيها. عايز أوجه تحية خاصة لمعالي السفير المصري في المملكة العربية السعودية، السفير أحمد فاروق، سفيرنا في الرياض وسفير مصر في المملكة العربية السعودية، ومدير مكتبه المحترم الأستاذ عمرو النجدي، مدير مكتب معالي السفير أحمد فاروق سفير مصر في المملكة العربية السعودية. تواصلت معاهم، والنهاردة أنا بعلن إن في إن شاء الله بإذن الله رحلة للعالقين بإذن الله تعالى الساعة 1 يوم الجمعة بإذن الله، بعد غد الجمعة، غد مباشرة الجمعة، وإن في ناس كتيرة جدا من الحالات الإنسانية بنتوجه لمكتب معالي السفير والأستاذ عمرو النجدي بأساميهم، بيدرسوا الحالة والناس بتستجيب، ولكن النداء مزيد من التفاهم، مزيد من التقدير. معالي السفير أحمد بيه فاروق يعني، والدبلوماسية المصرية في العالم كله بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية ووزيرة الهجرة، الناس بتعمل قصارى جهدها من أجل إن الناس توصل مصر، سواء في الكويت بالتحديد أو المملكة العربية السعودية، بصفة إن دول أكبر جاليتين في الخليج. فكل اللي مطلوب يا جماعة، دي تاني طيارة، وفي طيارة كمان طالعة من جدة، وبعد العالقين سيتم ترتيب رحلات للناس اللي منتهية، للناس اللي واخدين أجازات. بس في حتة عايز أتكلم فيها وبوجهها لكل المصريين اللي بيكلموني ويقولوا انقذونا، سواء في الكويت أو في السعودية بالتحديد. عمرو بيه النجدي، المدير مكتب معالي السفير أحمد فاروق في المملكة العربية السعودية، قال لي حاجة ظريفة جدا. يعني قال لي يكاد يكون معالي السفير لا ينام، لا ينام، واحنا متفهمين جدا ومتحملين فوق الطاقة، ولكن لازم الناس تفهم ان العالقين اولا، لان العالق ده معناه ايه؟ واحد جه العمرة ومش عارف يرجع، واحد جه زيارة ومش عارف يرجع، لا يعمل، عالق يعني لا يعمل، اقامته منتهية، عنده مشاكل كتير، هو الاولى. اما الناس اللي شغالة وخدت اجازات او عايزة تنهي، على الأقل عجبني جدا عمرو بيه النجدي لما قال لي معالي السفير بيعتبر دول ليهم أماكن بيناموا فيها ولديهم المقدرة على الأكل والشرب، فييجوا مرحلة تانية، وأنا مع هذا الكلام كليا وجزئيا. فتحية لمعالي السيد وزير الخارجية وسفير مصر في المملكة العربية السعودية أحمد بيه فاروق وكل مكتبه وكل العاملين في السفارة. كمان تحية خاصة جدا لمعالي السفير هشام فتحي القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، بحييه تحية خاصة، لأن في ناس كتير في جدة وحمل كبير عليها، والمعالي الأستاذ المحترم الأستاذ فوزي مدير مكتب معالي القنصل العام في جدة، له منا كل التحية والتقدير. الناس دي يا جماعة متعاونة معانا جدا، وأنا بتوصل لي مشاكل كتيرة جدا 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 من ناس، وببعتها لهم لا يتأخروا لدقيقة، لا يتأخروا الدقيقة. لمكتب معالي السفير أحمد بيه فاروق سفير مصر في المملكة في الرياض، ولا مكتب معالي السفير هشام بيه فتحي قنصل مصر العام في جدة. فالناس لا تتأخر، ولكن مزيد من التعاون ونهدى، وإن شاء الله كل الأمور ستحل. أما فيما يخص الكويت، الأمور إن شاء الله بإذن الله الطيارات شغالة وسيعلن عنها تباعا، وأنا بحاول أتواصل مع المكاتب الإعلامية في الخليج بالذات على قد على قدر المستطاع. أنا برنامج رياضي وبكلم كثيرا الأستاذ وائل الإبراشي وأصدقائنا المحترمين وأساتذتنا في التوك شو، يعني حتى برنامج عمرو بيه أديب صديقنا المحترم أو أخويا المحترم وصديقي أحمد بيه موسى، بنحاول نخليهم يتكلموا عن المشكلة، لأن في رسائل كتيرة بتجيني ونحن لا نملك إلا الكلمة، وبحاول أي حالة إنسانية بتجيني أن أتعامل معها بكل احترام
وبكل تقدير واقدر ان الناس بتلجا لي ممكن كشخصيه عامه او اعلامي معروف او انا برامجي متشافه او لايفاتي على اليوتيوب او الفيس بتحقق مشاهدات عاليه، بنحاول ان يكون لنا دور مجتمعي حتى لو كان بعيد عن الرياضه. فارجوكم نتعاون بما يحفظ للبلد قيمتها ويحفظ للمصريين كرامتهم. تحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي على الفور عمل اجتماع من ايام 10 ايام ولا 15 يوم مع لجنه طوارئ والازمات التي تدير البلد في هذه الجائحه برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان موجود وزير الخارجيه ووزيره الهجره بالاضافه الى دوله السيد معالي رئيس الوزراء. والناس يعني الرئيس كانت تعليماته واضحه، خطة عاجلة لإجلاء كل المصريين العالقين في العالم كله، حتى الطيارة اللي راحت أمريكا الحمد لله أصدقائنا وصلوا، ومنهم الفنان النجم عمرو يسري في أول الشهر منذ 3-4 أيام، وأنا أستضيف عمرو يسري هيحكي لكم. وفريدة عثمان بطلتنا العالمية الكبيرة تحدثت عن مدى احترام الدولة المصرية لأبنائها في الخارج. فإحنا بنوصل صوتكم، ولكن الكتابات على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل تكون بما يليق ببلدكم، لأن فعلا في أزمة طوارئ، في أزمة لإدارة الموضوع اسمها أزمة الطوارئ والأزمات، عشان تحل لكم كل مشاكلكم. في العالم كله كل السفراء شغالين على قدم وساق، ولكن انا النهارده خصيت بالشكر معالي السفير احمد فاروق سفير مصر في المملكه العربيه السعوديه وقنصلنا العام في جده معالي السفير هشام فتحي، لاني انا قصدتهم ولم يتاخروا في شيء، لكن الباقيين قصدتهم او ما قصدتهمش المصريين في عينيهم، وهذا شيء محترم وما كنا نحلم به قبل عبد الفتاح السيسي. تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين يفوق اي تصور واي وضع. فإن شاء الله بإذن الله كل واحد يصل بيته سالما. بالمناسبة الطيارة اللي جاية يوم الجمعة من الرياض العزل بتاعها هيكون في المدن الجامعية 14 يوم الحجر الصحي في المدن الجامعية مجانا على نفقة الدولة، مجانا على نفقة الدولة، هي دي الدولة اللي احنا عايزينها اللي بتخاف علينا ونخاف عليها. هو ده الرئيس اللي بيخاف على أولاده وعلى المصريين اللي بينزلوا يدوله الأصوات بحب وبتقدير رغم أنف أي أحد. وستبقى مصر إن شاء الله بكل آلياتها دولة فتية قوية عفية برئيس محترم يخاف الله وقوات مسلحة أبية وشرطة تصون العرض وتحمي الكرامة وتسهر من أجل أن نكون معكم بهذه الحرية وهذا الشكل. تحية للجميع، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.